إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وشفيعنا عند ربنا يوم القيامة محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجرنا الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، السيد رئيس مجلس العلمي المحترم، السادة أعضاء وعضوات المجلس العلمي محل عمالة الكناس، السادة المرشدون والمرشدات لعمالة الكناس، السادة الأساتذة كل بصفته، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إننا على موعد للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحلى أن يكون اللقاء معه صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن تكون الكلمات عنه صلى الله عليه وسلم، فإنني مهما أوتيت من فصاحة اللسان وبلاغة الأسلوب والتبيان فلم أستطع ولن أستطيع أن أوفي الحبيب قدره صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو حبيب الرحمن. ومعلوم أن شهر ربيع الأول هو شهر تزاحمت فيه الذكريات المتعلقة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس لأننا نتذكر فيه ولادته ونقرأ فيه سيرته فهذا واجب المسلم طيلة السنة كلها، بل لأنه شهر يحمل في طياته أحداثا كبرى من السيرة العطرة لا نعلم منها إلا أسماءها، أما تفاصيلها والاستفادة منها والاقتداء بها فقليل من يعلمها. ففي شهر ربيع الأول ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي ربيع الأول هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وفي شهر ربيع الأول توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالولادة والبعثة والهجرة والوفاة كل ذلك وقع في شهر ربيع الأول. أضف إلى ذلك أن في هذا الشهر المبارك الذي انصرم بطبيعة الحال وقعت فيه أحداثا أخرى كغزوة بني النضير، وفيه أيضا أنزلت الآية التي حرمت الخمر. ولذلك كما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا، فسوف أركز الحديث في هذا الموضوع المسمى الذي سميته بذكرى المولد النبوي الشريف، العبر والدلالة حول عنصرين اثنين، حول عنصرين اثنين. العنصر الأول إرهاصات أو المقدمات التي وقعت إذانا بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والعنصر الثاني العبر والدلالات المستفادة من الذكرة المباركة. أما العنصر الأول الإرهاصات التي وقعت إشارة وإذانا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، سأكتفي ببعض الإرهاصات التي وقعت إشارة وإذانا بولادة النبي الكريم. والإرهاصات أعني بها المقدمات التي جعلها الله تعالى بين يدي أمر أراد إظهاره، وسنكتفي بمقدمات ثلاثة، الأولى في المعجزات، والثانية في الابتلاءات، والثالثة في البشارات. أما المعجزات فنكتفي بمعجزة حادثة الفيل التي وقعت في العام الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث أهلك الله تعالى أصحاب الفيل الذين جاءوا بجيش عرم رمل هدم بيت الله الحرام،
يقودهم ملكهم باليمن أبرهة الأشرم بفيله العظيم، فكانت هذه المعجزة إكراما لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وولادته، فكانت ولادته إنذارا بهلاك كل كافر جبار. وأما في الابتلاءات فنكتفي بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم يتيما، وذلك حتى يكون أسوة للأيتام في كل زمان، ليعلموا أن الابتلاء ليس بالإقلاع، وأن اليتمى لا يكون أبدا حائلا بين الإنسان وبلوغ أعلى المراتب. وأما في البشارات فنكتفي ببشارة رهبان النصارى وأحبار اليهود بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد بشرت به نصوص التوراة والإنجيل، لكنهم جحدوا وأنكروا حسدا من عند أنفسهم. قال الله تعالى في سورة البقرة: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا ما يتعلق بالابتلاءات والبشارات والمعجزات. وهناك أمور أخرى كثيرة ذكرها العلماء إذانا بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أن الله تعالى سمى أبا محمد صلى الله عليه وسلم بعبد الله، أن الله تعالى سمى أبا محمد صلى الله عليه وسلم بعبد الله، وهذا الاسم لم يكن معروفا آنئذ، لم يكن متداول عبد الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال: أحب الاسم إلى الله تعالى لا حمد وعبد، أو كما قال. أيضا أن من اعتناء الله تعالى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ولادته أنه سمى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بآمنة، آمنة دلالة على الأمن، دلالة على الإيمان، دلالة على السلم، دلالة على السلام، آمنة. كما أيضا أضف إلى ذلك من اعتناء الله تعالى بولادة محمد صلى الله عليه وسلم أنه سمى مرضعته بحليمة السعدية، حليمة من الحلم، من الرفق، من اللين، من اللطف، هذا كما قال علماء السيرة في ذلك. فإذا أيضا أننا نذكر محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الآذان وفي الإقامة، بل إننا نسلم على محمد صلى الله عليه وسلم 9 مرات في اليوم، 9 مرات، هذا الذي يؤدي الصلوات المفروضة فقط. عندنا في صلاة الظهر مرتين، التشهد الأول والتشهد الثاني، عندنا في صلاة العصر مرتين، التشهد الأول والتشهد الثاني، في المغرب أيضا مرتين، في صلاة العشاء مرتين، في صلاة الصبح مرة واحدة، بمعنى أننا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم في صلواتنا المفروضة 9 مرات. أضف إلى ذلك الشفع والوتر، وأضف إلى ذلك صلاة الضحى والنوافل والتطوعات من الصلوات يعني المستحبة. فإذا كل ذلك دال على أن الله تعالى اعتنى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وأثناء ولادته وبعد ولادته إلى يوم القيامة. فإذا هذا كله نعلمه وكل نعرف ذلك، ولكن العنصر الثاني هو الذي يهمنا، العنصر الثاني من هذه المداخلة، هو واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده الشريف. ما واجبنا؟ وما الدلالة وما العبر المستفادة من ذلك؟ هذا الواجب، أو قل كما قال العلماء: حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمتي. واجبك تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. اكتفي بذكر بعض الدلالات والعبار والتي تدخل في باب الواجبات تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول
العبرة الأولى أو الدلالة الأولى لابتهاج والاعتراف بمنة الله العظيمة وفضله العظيم علينا وعلى العالمين أجمع، وفي مقدمة هذه النعم نعمة الهداية التي كانت عن طريق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإجمع المفسرون إطباق إجمعوا على أن المقصود بقوله تعالى وبرحمته هو سيدنا محمد. بمعنى أن ابتهاج أنه ينبغي علينا جميعا أن نبتهج ونفرح ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة. بل إن الله تعالى يقول في القرآن لنا جميعا ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصالة ولنا بالتابعين قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدات في أفعال كل ناس صلى الله عليه وسلم. أيضا من دلالات المستفادة من هذه الذكرى المباركة أن ذكرى المولد النبوي هي وسيلة للدعوة إلى الله، وسيلة للدعوة إلى الله وفرصة مثلى ينبغي أن لا تفوت دون تذكير الناس بإخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشمائله صلى الله عليه وسلم وآدابه حتى نحيي في معاملتنا سنته وفي قلوبنا محبته. أفضل طريقة لمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تكون مطوع خير لإنشاء دعوته ولإنشاء سنته ولإنشاء أخلاقه ولإنشاء شمائله صلى الله عليه وسلم بين الناس كافة. أيضا من العبر المستفادة من هذه الذكرى المباركة العودة إلى منهجه صلى الله عليه وسلم في حياتنا كلها في التعليم والتربية وفي جميع الميادين. هذا العنف، العنف الذي يمارس اليوم، يمارس في المدرسة، يمارس في جميع القطاعات إلا من رحم الله، سببه عدم اتباعنا لرسول الله. سببه عدم اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة ومنهاجا في تعليمنا وفي تربيتنا. إن كل يوم نسمع تلميذ تعدى على أستاذ، تلميذ تعدى على أستاذ أو ضرب أستاذ أو عنف أستاذ، هذا لم يكن قبل ولم نسمع به قبل، لكن بدنا اليوم نسمع به كل يوم بل في كل لحظة. وأقول أن سبب ذلك أننا نتخذ مناهج غربية أخرى لا يعني علاقة لها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من العبر المستفادة من الذكرى التأسي بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاقته مع ربه إخلاصا وطاعة، وفي علاقته مع أهل بيته حبا ورحمة ووفاء، ومع أصحابه المؤمنين حبا ونصحا وتعليما، ومع جيرانه خيرا ونفعا وصفاء وتسامحا، ومع مخالفيه عدلا وحلما وحجاجا بالتي هي أحسن. أيضا من العبر المستفادة من الذكرى المباركة التعبير عن الولاء التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجانب المهم كأساس من أساسيات الإيمان الذي لا يتم إلا به عليه الصلاة والسلام، ولا يتم ذلك ولا يكتمل إلا بطاعته فيما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه وتصديقه في كل ما أخبر وتعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم، والأدب معه في حياته ودماماته، ومحبته أكثر من النفس والمال والولد، وكثرة الصلاة والسلام عليه والدفاع عن سنته وتبليغ دعوته ورسالته إلى العالم. كل هذه حقوق للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا من العبر
المستفاد من الذكرى أيها الحضور الكريم، الاستعداد لحمل رسالته والدفاع عن سنته وتبليغ دعوته وإخراج الناس من الضلال والغواية إلى الرشاد والهداية لإعادة إعمار النفوس والقلوب بأنوار الإيمان وإعمار الأمم والشعوب بالعدل والخير والإحسان على نهج القرآن وسيرة النبي العدنان. وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا حاصل الكلام وجملة الكلام حول العبر والدلالات هو أن معيارك ومعيار ومعيار جميع من ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم والاتباع. كيف نحن في اتباعنا لرسول الله؟ في أخلاقنا، في صدقنا، في معاملتنا لأزواجنا ولمن هو على أرض ولمن هو على هذه الأرض المباركة، كيف ما كان؟ في الوفاء، في الصدق، في العفة، في ما شئت من الأفعال والأقوال والسلوكات. أنا أقول بصراحة نحن بعاد عن اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأفعال وفي السلوكات ما شئت. ولذلك أقول أن المعيار هذا خصنا هذا يكون عندك دائما سلاحك باش تعرف هل أنت من المتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم. شوف واش تتبعوا في كل صغيرة وكبيرة ولا حيث تطبيق تلجأ إلى التعامل مع الربا وتلجأ إلى المحرمات وتلجأ إلى 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 وتنسى أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وما قاله لنا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع هذا كله جميع هذا. لذلك صدق ابن خلدون رحمه الله وهو من المفكرين التونسيين المعروفين هم من المفكرين المتخصصين في الفكر والحضارة، قال بأن المغلوب مولع بتقليد الغالب في زيه وفي أحواله كلها، وهذا ما أصبنا به اليوم أن الشباب يتفننون في تقليد الآخر، يتفننون في تقليد سلوكات الآخر، يتفننون في أنهم يتركون كل شيء من أجل فنان رياضي أو ما شئت من الفنانين. وسررت حقيقة بهذه المناسبة المباركة وبهذه الجائزة في حفظ أحاديث رسول الله. هذا يدل على شيء لما يدل على أخلاق هذه الدنيا المباركة من المرشدات خاصة في جهاد لنقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطفال أين النساء لا شك لأن بهذه الوسيلة يعني ينشأ ذلك الطفل أو تلك الطفلة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيائها في سترها في حجابها في بعدها عن التبرج في بعدها عن الجاهلية الأولى بهذه الطريقة طريقة في تربية الأجيال وهي العودة إلى رسول الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اختموا فإننا مطالبين على وجه الاختصاص فإننا مطالبين بأن نعيش مع سيرة المباركة وأن نحولها إلى منهاج حياة وإلى واقع يتحرك في دنيا الناس، فهو القدوة المتجددة صلى الله عليه وسلم على مر الأجيال والقرون، وهو النموذج الذي وضعه الله تعالى نصب أعيننا وطالبنا باتباعه والمشي على نهجه. قال الله تعالى وربما كلنا يحفظ هذه الآية قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين.